هد الهداية رزع حالك الشجني أدمى الفخار بدمع عن دم هتني لله رزع كم للرشاد هوى ركن وكم فيه بيت للضلال بني رزع به عرصات العلم قد بقيت دوارسا عن فروض الله والسنن لا غر وإن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من حزن على الحسن فإنه قد كان في الأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح فيل بدني ما للقضاء وللأقدار فيه مضت وهو الذي لولاه لم تكني كل بلدة وكل وادي من أولادي بدر غاب لا بقلبي من مصايبهم ومن الراشة كل صباح وكل مسيا ينفقد ليا ولد شتتاهم بالفيافي ولا يقاون ببلد خالية منهم منازلهم ولا فيها أحد بس حرم وأطفال مدهوشين من عظم المصر بعض راحوا في المباني وبعض راحوا في السجون والذي في البر هام وللوطن ما يرجعون والقضوا بالسم غيله يا خلق ما ينحصون والذي انذبحا وتظل اجسادهم فوق الثرى بعض عندي في المدينة وبعض هاموا بالبرور وبعض حصلوا موارا وبعض ما حصلوا قبور كم جسد بالطف عاري وراس بخطي يدور وكم طفل مرمي بكتر حسين دامي وكم شباب